ممتازة ممتازة حسن ممتازة سلام دانك، ولكن السرعة باش طلعت الكرة تنظن ان فريق الوداد هذا رضا علي رضا ثلاث نقاط تنظن بان نفس السيناريوهات و 20% بالنسبة لفريق السلاوي ولا المسجلين بالنسبة لفريق الوداد هو مطاردة نهامة جميع الكرات جميع الكرات اللي فيهم شك الا وان تلقى يد وداديه سابقه اليد فريق تتنافس بقوه ما كاينش هناك وحراس يقتل جمعيه السلاويه تحت السله كما كان ولكن يبدو ان الكره شابعه فرصه ممتازه كان خطا ديال اللاعب اردو خطا هو اللاعب المفتاح في صفوف فريق الجمعيه الرياضيه السلاويه ولكن تاخروا في العوده ثلاث ثواني كانت كافيه للفارق بالسرعه ديالو عزيزي المشاهد محب لكرة السلة أنت على موعد هام في النصف النهائي على الآن أنه يرجع للعياء لأن شوف تنظر بأن ممتازة أخطاء كبيرة هذه حاجة جدا لم دفاعي اللي كانت كرة قدامهم ما استطاعوش ياخذوها جاف لاعب من الفريق الوداد وأعطى تمريرة إذا تنظن بأن الامور صراحه غادي تصعب يعني فريق الجمعيه الرياضيه السلاويه تسجيل 15 نقطه ماشي رضا ديال فريق الوداد والوقت مستقطع فعل كل شيء وقت مستقطع دقيقه اللي كيخترق وصد مره اخرى يعني مره اخرى كيعمل الصد يعني يمتع اللاعب حراس في هذا يعني وكل لحظه الاعاده مره اخرى جميله جدا point consistency but the steal now can harass finish yes he can